بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يوم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد أن تعرفنا في اللقاء الماضي عن مقدمة لهذا البرنامج يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سنتعرف في هذا اللقاء من هو النبي، من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجواب إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه. أرسله الله تعالى للخلق بشيرا ونذيرا على فترة من الرسل، فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. إن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو القائل كما في سنن النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرمت، أي وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف بسيد الأنبياء وإمام الأصفياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد اصطفى الله جل وعلا هذا النبي الكريم وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصطفى الله هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي اصطفاه واختاره هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه صلوات ربي وسلامه عليه سيد ولد آدم يوم القيامة، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلوات ربي وسلامه عليه. إنه صلوات ربي وسلامه عليه أول من ينشق عنه القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأول من ينشق عنه القبر. به ختم النبيون، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إنه صلوات ربي وسلامه عليه
أول من تفتح له الجنة. رسول الله عليه الصلاة والسلام أول من تفتح له الجنة. نعم، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، وفي رواية: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إنه صلوات ربي وسلامه عليه صاحب الشفاعة العظمى، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. صلوات ربي وسلامه عليه أرسله الله تعالى للخلق بشيرا ونذيرا، فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. لقد ثبت عند البخاري من طريق عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أي وحصنا للعرب. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله بها أعينا عميا، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنعيش في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى كيف كان يقضي النبي يومه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولكن في بداية هذه الحلقات نتعرف من هو النبي، قبل أن نتعرف كيف كان يقضي يومه عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ألف أن